أتوجه إليكم من هذا المنبر الموقر في ظرف دقيق ووسط أزمات مركبة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، حاملاً رؤية مصر المتأصلة في التاريخ والمتوجهة صوب المستقبل، الرؤية التي عركت التحديات والحروب واتخذت السلام والعدل والعمل منهاجاً لها لبناء إقليم وعالم يسعى الجميع بحرية وكرامة وعدالة. أخاطبكم باسم دولة مؤسسة للأمم المتحدة يدرك القاسي والداني دورها في بناء الجسور ونسج التوافقات والدفاع عن مصالح نطاقاتها العربية والإفريقية والنامية. إن إيماننا راسخ بأهمية الحفاظ على منظومة فعالة متعددة الأطراف لبناء علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي ونشر السلام والتعاون. من هذا المنطلق نجد لزاما علينا أن ندق ناقوس الخطر في الظرف الدولي الراهن، فالمنظومة الدولية التي تأسست منذ ما يقرب من 8 عقود باتت تواجه خللاً جوهرياً قد يفضي لتآكلها ويهدد بقائها بفعل غياب الفاعلية وانعدام المساواة وتفشي المعايير المزدوجة. إن الأجيال الشابة حول العالم تطرح استفسارات مشروعة عن جدوى المنظومة الدولية متعددة الأطراف ومردودها على حياة الإنسان المعاصر. هل توفر له الأمن؟ هل تساعده في مواجهة الفقر والجوع؟ هل تحميه من مخاطر تغير المناخ؟ هل تتيح له المعرفة وتعده للتعامل مع آفاق التكنولوجيا المتطورة؟ هل تتدخل لإنقاذه في مواجهة الاحتلال والإرهاب والقتل والتدمير؟ هل تطبق معاييراً واحدة وشفافة وتكيل بنفس المكيال في جميع القضايا؟ إذا هذا وفي ظل ما شهدته تحضيرات قمة المستقبل من أسئلة مشروعة مماثلة وما انتهت إليه القمة من نتائج إيجابية نرحب بها لما مثلته من خطوة صحيحة صوب استعادة حيوية وفاعلية المنظومة الدولية متعددة الأطراف وفي القلب منها الأمم المتحدة، اسمحوا لي أن أطرح عليكم رؤية محددة لاستعادة الثقة والمصداقية ومواجهة المعايير المزدوجة وتصورا للمزيد من تنشيط المنظومة الأممية وتعزيز قدرتها في بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، وذلك من خلال 5 مبادئ أساسية. هي: أولا، مع التسليم بأنه لا بديل عن المنظومة الأممية متعددة الأطراف وأن تحديات عالمنا المتشابكة والعابرة للحدود تفوق قدرات أي دولة منفردة أو مجموعة من الدول على مواجهتها، فلا مفر من الاعتراف بأن نزاهة الأمم المتحدة ومن ثم شرعيتها وبقائها باتت على المحك. فالعدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة لحوالي العام واستمرار العدوان الحالي على الضفة الغربية إنما يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان. واحتاج المجتمع الدولي لأشهر طويلة لكي يبدأ في مجرد المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم.